أشقري أينما كنتم أهلا بكم في ميكرو سبور. رغم الإغراءات المالية اللي تحصل عليها مدرب الفرنسي هيرفي رونار اليوم مازلنا الشارع بسلوب المواطنين، شنو رأيهم في قرار المدرب هيرفي رونار بكونه أنه رفض هذه الإغراءات كاملة وبقى مع المنتخب الوطني المغربي؟ بقوا معنا نشوف الأجوبة ديال الناس. عجبني الحال باللي رفض الإغراءات المالية ويبقى مع المغرب ديما إن شاء الله، وخصو هاد الناس يخلوه يخدم وصافي، وما هو مزيان صراحة. وفي الحقيقة هو ربما بغى يحقق شنو بغى يدير باش يبان أكثر. دابا لحد الآن يلاه الله عنده واحد الخطوة جديدة، يلاه بدا فعلا يعني العناصر اللي بغى راه جبدها، باقي تيقلب مازال في المغرب، ربما هادو المحليين أحسن، وربما تنظن خصو يبين شنو كاين وصافي، لأنه ما عندوش دابا، لأنه دابا الموسم الوسط باقي ما كملش الموسم، لهذا خصو تيسالي الموسم ويشوف شنو كاين. مزيانة من رفض داك اللي قالوا ليه السير ما مشاش مزيانة، لنا حنا راه مدرب مزيان كنشكروه، وباسين كنشكروه من رفض، مزيان من رفض راه مزيان، كنطلبوا له التوفيق ان شاء الله. انا بالنسبه لسميتو رونار كنشكره على هذا انه بقى معنا في المنتخب الوطني، وبالنسبه للنجاحات اللي قدم الصراحه في المنتخب الوطني في كاس افريقيا، وكنتمنوا الاستمراريه ان شاء الله. نقول ليه يبقى معنا، يكمل معنا المسيره وتال كوب دي موند الجايه. طبعا فرحان باش يبقى يستمر معنا، حيت مدرب مزيان، ديجا درب فرق فرنسا مزيان، دالي تيشر مع الفرق الاخرين. انا كنشوف من بحقق المنتخب الوطني واحد الانجاز في كاس افريقيا حتى الانديه المغربيه ترفع عليها المعنويات ديالها. كنبغي نقول لي خاصو يجيب لعابه من البطوله الاحترافيه، لعاب ديال المغرب يخدموا معاه بالقلب، يخدموا بالنفس ديالهم، ماشي اللعاب ديال برا شبعانين فلوس كيجيبوهم، ما كيخدمش بالروح الوطنيه، ما كيخدمش بزاف الحوايج. إذا مشاهدنا كيف ما شفتوا معنا، فالكل فرحان بالقرار اللي اتخذ المدرب الفرنسي هيرفي رونار بكونه غادي يبقى مع المنتخب الوطني المغربي في قادم المنافسات، وأيضا كيتمنوا ليه مزيد من الاستمرارية والعطاء رفقة المنتخب. إلى هنا مشاهدنا وصلنا لنهاية الحلقة، كنضرب لكم موعد في حلقة جديدة بحول الله، إلى اللقاء.